ما حكم المرأة المعتمرة التي تلبس العباءة المزخرفة وتضعها على الكتف؟ وما هي شروط الحجاب الشرعي؟ العباءة المزخرفة والمزينة لا تلبسها المرأة لا في الإحرام ولا في غيره، لأنها من التبرج، من التبرج بالزينة. تلبس عباءة ليس فيها زخرفة، لأن القصد من العباءة ليس التزين، القصد منها الستر، القصد منها الستر والضفاء على جسمها من رأسها إلى قدميها عندما تخرج، ما تضعها على كتفيها، تضعها على رأسها لتستر جميع بدنها، ولا يكون فيها زخارف أو زينة